السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين أحلى متتبعين؟ لاباس عليكم بخير مزيان، كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وبصحة جيدة يا رب العالمين. فيديو جديد في القناة تحت الطلب ديالكم البنات اللي ديما كيسولوني مالك وقتاش غادي تدخلي لي بلاك ديال إنزو. راهما كاينين حاليا في المحل، غادي نشارك معكم الأشكال اللي كاينين. اللي بغات شي حاجة الكمية فيها قليلة، اللي بغات أي حاجة ما تجلس تدوز شهر ولا شهرين عاد تصيفط ليا لي بلاك، راه ما تيكونوش. وكيف ما وعدتكم قلت لكم إن شاء الله مني غادي تدخل السلعة غادي نشاركها معكم في القناة، واخا حاليا مشى الحال العشية هادي وما خاصنيش نسد، ولكن راني سديت باش ندير معكم هاد الفيديو خفيف ظريف. اللي بغات أي حاجة الرقم ديال الهاتف ها هو، كنصيفطو لجميع المدن، الثمن ديالو 40 درهم والخلاص قبل التوصيل، ديما تنقولها لكم. وبالنسبة للمحل، المحل كيتواجد في مدينة سلا القرية، حي البركة، سيكتور 4، زنقة سيدي عبد الله بن حسين. رقم المحل 10، محل عطوري. الرقم ديال الهاتف فيه الواتساب، تواصلوا معايا في الواتساب احسن من المكالمه. كنتمنى الفيديو يكون خفيف ظريف عليكم. نبداو على بركه الله باول شكل ديال البلاك اللي كيسولوا عليه البنات بزاف. كاين هذا الشكل هذا اللي فيه توصل درجه الحراره ديالته ل 950 في درجه الحراره كيف ما كتشوفوا، فيه الموف وفيه الاحمر ديالو، والثمن ديالهم 300 درهم البنات. ها هما الثمن ديالهم من شركه انزو، شركه ايطاليه، شي حاجه اللي مزيانه، احسن ماركه كنخدموا بها حنايا في المحل، ما كتحشمناش مع الناس، هي ماركه ديال انزو. انا غادي نفتحو معكم وغادي نشارك معكم درجه الحراره ديالته. كنتمنى اللي باقي ما دارش لايك تقبل دابا دير لايك، وسمحوا لي لاكس كنزرب في الهضره باش يجيكم الفيديو خفيف حتى انا باش دغيا نكمل. كيف ما كتشوفوا كيجي مع الورقه ديالتو، بطاقه ديالتو احضروا التقليد، وكيجي مع الدفتر ديالو اللي كيعطيكم جميع المعلومات وكيفاش تخدموا البلاك. وبالنسبه للخدمه ديالتو راه كاين الشعر ليس والشعر بوكلي، يعني زوج ديال الاستعمالات. وغادي نفتحوا معكم بالخف. كنشكر البنات بزاف والولاد اللي دخلوا جدادين في القناه، كنقول لكم مرحبا بكم ومرحبا حتى للناس اللي ساندوني واللي دعموني من اول فيديو كنت شاركت معكم فيه. كيف ما كتشوفوا الكابل ديالو طويل بزاف، كتجيو لهنايا هامني كيتحل، كتهبطوا هادي بلاتي، كتهبطوا هادي، ها هي ها هو تحل، كتجيو لهنا. بالنسبه للبنات اللي كيقولوا واش فيه درجه الحراره شحال فيه واش نقدروا نتحكموا فيه، البنات انا كنشرح لكم كل شيء في الفيديو، تفرجي في الفيديو يعني بلا ما تدخلي عندي الخاص وعاد نعاود عاوتاني نصور لك فيديو، دخلي الفيديو تفرجي في الفيديو حتى الاخر وعاد دوزي لعندي الخاص. كيف ما كتشوفوا ها ملي كتشعلوا ها ملي كتطفيو، ها ناقص وها زائد، كتحكموا بدرجه الحراره كيف ما قلت لكم، حيت شحال من وحده كتدخل عندي الخاص كتقول لي مليكه واش فيه زائد وفيه ناقص واش نقدر نتحكم فيه ولا لا. كيف ما كتشوفوا كتجيو لهادي، ها هي كتكليكيو عليها، ها هو هنايا راه شعل، كتجيو لزائد، بغيتو ديرو حتى الاخر كتجيو لزائد. هنا راني مقلوب، ها نتوما ها هي 950 بلاتي، ها هي 950 كيبقى هكا، يا كيشعل وكيطفى، ملي كيشعل ما كيعاودش مازال يطفى كتعرفوا بانه صافي راه وصل درجه الحراره ديالته. وبالنسبه للناقص ها نتوما كتكليكيو على ناقص، ها نتوما ها هي 800 750 700 650 600 550 500 450 ها هي كيوقف عند، كيبدا من 450 حتى 950، الثمن ديالهم 300 درهم البنات. كنتمنى يكون كلشي واضح. كتجيو كتكليكيو على هادي باش كطفيو حتى كيطفى وكتحيدوا البريز ديالكم. الثمن ديال هادو 300 درهم البنات، ها هما الموف والاحمر. سمحوا لي باش كنزرب شي شويه في الهضره، راني درت لكم هذا الفيديو والله القسم ما كاينش الوقت هكاك، وبغيت ندير لكم هذا الفيديو هذا حيت وعدتكم قلت لكم ان شاء الله ملي غادي تدخل السلعه غادي نحطها لكم. هذا اللي كلشي كيسول فيها هو راه دخل المحل. بالنسبه للكوافورات الكيراتين والبروتين، تقدري تخدمي به الكيراتين والبروتين من شركه انزوم مود ان ايطالي، شي حاجه اللي هي زوينه. وبالنسبه لدرجه الحراره ديالته حتى هو فيه 980. وبالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني هذا تيتانيوم، حيت كاين البنات اللي كيسولوني هو السيراميك، هذا تيتانيوم باش تكونوا عارفين. حتى هو كيجيو مع الوريقات ديالو احضروا التقليد، وكيجي هكا يا كارني ديالو او الدفتر ديالو ماشي كارني. وبالنسبه للبلاك انا غادي نشاركو معكم، رميت بعدا واحد اللي ها نتوما البنات كتجيو لهنايا كتهبطوا هادي باش كيتحل، الا بغيتوه يبقى هكا مسدود كطلعوها وها هو كيبقى مسدود. حنا غادي نهبطوه كيف ما كتشوفوا، كيجي كيشعل من هنا، هذا ما فيش زائد وناقص، ولكن كتحكميه بدرجه الحراره. كيفاش غادي تحكميه بدرجه الحراره؟ انا غادي نشعلو معاكم وغادي تشوفوا.
هذا الجريه البنات، هذا ديال الخدمه ديال الكيراتين اول بروتين، الثمن ديالو 400 درهم البنات. البنات اللي غادي يسون عليه البلاك العاديين كاينين ديال 100 درهم 130 درهم، ولكن ما نضمنهمش لكم باش تكونوا عارفين. هادو علاش كنحطهم لكم؟ حيت عارفه راسي ما غاديش يحشموني معاكم. كيف ما كتشوفوا ها نتوما كتكليكيو على هادي، ها هو راه بدا كيشعل هنايا كيف ما كتشوفوا كيطلع كيجري هنا، كيطلع كيجري كيف ما كتشوفوا، كيكون واحد القفل هنايا صغير، ها هو غادي يبان لكم. غادي نبقى كنتكليكيو على هادي كيتحيد القفل. هنا كتحكموا بدرجه الحراره اللي بغيتو، هنا اللي بغيتو، بغيتو 800 بغيتو 700 بغيتو 900 بغيتو 600 بغيتو 500، وصلوها للدرجه اللي بغيتو. مثلا انا بغيت بلاتي، انا بغيت 580، ها هي 580، ها هي ها هو طلع هاد القفل هذا اللي طلع هنايا صافي، راه ملي غادي يسخن البلاك غيوصل ليا لحد داك العدد، لحد داك الرقم اللي درت هنايا، ما غاديش يفوت ليا الرقم اللي كاين هنايا باش تكونوا عارفين. وسمحوا لي غادي نقطع معكم، سمحوا لي قطع الجو البنات، والله القاسم اللي قلت لهم سيروا حتى نساليو اجيو، ديجا جيراننا وصحاباتي وكنعرفهم مزيان. كيف ما قلت لكم هنا كيوصل الدرجه اللي بغيتو نتوما، ما كيفوتش الدرجه اللي بغيتو نتوما. ها نتوما 584 580، ها نتوما البنات 580 فين وقف. منين كيطلع لكم هذا القفل ما بغيتوش هذا القفل هذا، كتكليكيو هنايا حتى كيتحيد القفل كيف ما كتشوفوا، كديروا زائد، كديروا زائد الدرجه اللي بغيتو نتوما صافي، غير كتحبسوا كيطلع القفل كيف ما كتشوفوا بلاتي بلاتي هادشي. انا يتفايتو هنايا، انا نعاود من الاول حيت هنا كاين البنات اللي ما تيعرفوش. هنا كتبقاي كتكليكي حتى كيطلع لك العدد اللي بغيتي، كديري زائد. مثلا انا غادي نوقفها ها هي في 680 كيف ما كتشوفوا، ها هو طلع القفل، ها هي غادي تبقى غادا طالعه حتى توصل ل 680 وغادي توقف. كنتمنى يكون الفيديو سهل وبسيط. وبالنسبه للبلاك ها كيفاش كيجيو، كيف ما قلت لكم ديال تيتانيوم، والثمن ديالو 400 درهم البنات. هذا الشعر ليس والشعر بوكلي، وفي نفس الوقت البنات اللي باغيين يخدموا به الكيراتين والبروتين، ما عرفتش انا هاد التليفون الاضاءه ديالو تخربقات ولات كتعطيني بحال دوك الافلام القدام ديال كحل ابيض. نطفيوه وندوزو لشكل واحد اخر باش ما يجيش الفيديو طويل، وحتى انا نكمل دغيا دغيا. كاينين هادو الثمن ديالهم حتى هما 400 درهم ديال الليزر، هادو حتى هما البنات راهما زويونين كيف ما كتشوفوا، كاين فيه الاحمر وفيه الابيض، فيه جوج ديال الالوان، وحتى هو غادي نحلو وغادي نشاركو معاكم. وهذا مكواه الشعر الكيراتين بالاشعه، هذا تخدموا بها البنات حتى الكيراتين باش تكونوا عارفين. فيه العلاء كيف ما كتشوفوا، حتى هو كيجيب الكارطه ديالته، كيجيب يعني بجميع المعلومات، وحتى واحد قالوا لكم يعني احضروا التقليد. راه الصاد راه ما نعاودش لكم، واحد الصاد كاين ودرتي مخربقه. المهم ما تديوش عليا، سمحوا لي بزاف على هذا الفيديو، هذا درت لكم مزروب، ولكن البنات اللي ديجا موصيني انا ما كنقدرش نعقل على الارقام كل وحده بالرقم ديالها. كيف ما وعدتكم قلت لكم ان شاء الله ملي غادي تدخل السلعه راه غادي نحط لكم فيديو وانا لبيت الطلب ديالكم، حيت الارقام ما كيتخربقوا لي باش ما يعني واخا نعيا نعقل الارقام كيتخربقوا لي في الواتساب. داكشي باش قلت لكم اللي بغات اي حاجه راني نهار غادي تدخل السلعه غادي نحطها لكم في فيديو. ايوا نتوما قدروا هاد التعب ديالنا وما تبخلوش لنا باللايكات. ما عرفتش علاش الفيديو امنيتي شي نهار اللي دخل يخلي لايك معاه، اللي دخل يخلي لايك معاه. كيف ما كتشوفوا هذا الشكل ديالو ها كي داير، حتى هو غزال البنات. انا اللي بلاك ما كيبقاوش ليا والله القسم، ماشي زعما غير تنهضر، البنات كيجيو عندي المحل وكتشوفوا كلشي على عينيكم، يعني الفيديو غير كنحطو من بعد يومين ثلاث ايام ما كتبقى لي حتى شي حاجه الحمد لله. وكنشكركم بزاف على الثقه ديالكم. كيف ما كتشوفوا كتكليكيو على هادي، ها نتوما كيف ما كتشوفوا كديروا زائد، ها هي هنا راها باينه، ها هي 950، وهذه راه كتحكموا بدرجه الحراره، ها ناقص وها زائد، وها ملي كتطفي وكتشعلوا. كنتمنى الفيديو يكون هكا مفصل. وبالنسبه لهذا راه الكيراتين والبروتين وشعر ليس باش تكونوا عارفين، والثمن ديالو 400 درهم البنات، وفيه هذا اللون هذا الابيض وفيه الاحمر ديالو كيف ما كتشوفوا، الاحمر ديالو ها كيفاش كيجي، ها الشكل ديالو هو هذا.
ندوزو دابا لحاجه واحده اخرى. دوزنا ديال 300 ودوزنا ديال 400، كاين ديال 450، كاين هذا الشكل هذا حتى هو انزو كيف ما كتشوفوا. وهنايا شي حاجه اللي هي زوينه صالون، وفيه هذا فيه درجه الحراره فيه 988 البنات، فيه 988 حتى هو تخدموا به الكيراتين والبروتين. وبالنسبه للصنع ديالو صنع ايطاليا، ومناش واش سيراميك واش تيتانيوم، تيتانيوم ماشي سيراميك باش تكونوا عارفين. من الداخل ها كي داير، كيجي على هذا الشكل هذا. شنو كيجي معاه؟ كيجي معاه لاتروسه ديالته فين كديروه، حطينا حدايا مرون. كيجي معاه الدفتر ديالو فيه جميع المعلومات على الشركه وعلى البلاك، وكيجي البلاك ديالو. ها هو الشكل ديال البلاك ديالو، ها الشكل تاع هذا غزال البنات. هذا شي حاجه اللي هي زويونه. ها انتم الثمن ديالو 450 درهم ديال انزو، وانا غادي نخدمو معاكم دابا نيت. وحتى هو فيه الزائد وفيه الناقص، حيت هاد زائد وناقص في الفيديوهات اللي قبل كلشي كيخلي ليا في التعليق ولا هكايا في الخاص، مليكة واش فيه زائد وناقص، مليكة واش فيه زائد وناقص. البنات فيه زائد وناقص، اي حاجه ذكرتها في الفيديو راه داكشي اللي كتلقاو في المنتوج. سمحوا ليا كيف ما كتشوفوا، ها هو البلاك ديال انزو هذا الشكل هذا، حتى هو غزال بزاف. هنايا هنايا ها نتوما، ها هو مسدود هنايا، كتكليكيو على هذه، هي كتهبطوا هذه اللي كنشير بها في يديا كتهبطوها. ها هو راه تحل البنات، كاين هنايا حتى هو علامه زائد وعلامه ناقص، وهمني كتشعلوه بلاتي انا غادي نوريكم. ها نتوما هنا دابا راه ما مشعولش، انا غادي نكليكي على هذه، ها هو راه تشعل كيف ما كتشوفوا، كتجيو الزائد وكتحكموا بدرجه الحراره اللي بغيتو. ها انتم ها هو 988 كيف ما كتشوفوا، كتبقى هذه كتسني كيف ما هكايا، وهذه كتمشي كتجي مني كتوقف كتعرفوا راه وصل درجه الحراره ديالته اللي خاص يوصل ليها. وكيف ما كتشوفوا كيطلع كيجري، يعني شوفوا نسيت كاع خشيت وجهي كاع في الكاميرا. ها نتوما كيطلع كيجري في درجه الحراره ديالو دغيا دغيا كيسخن. وبالنسبه اللي بغيتو تنقصو ها هي الناقص، نتوما كتحكموا بدرجه الحراره اللي بغيتو. المهم ها هما كاينين هنايا في الجنب. الثمن ديال هذا 450 درهم باش تكونوا عارفين. وحتى هو الكيراتين والبروتين والشعر ليس والشعر بوكلي، هذا عنده 4 ديال الاستعمال، الكيراتين البروتين الشعر ليس الشعر بوكلي، الثمن ديالو 450 درهم. غادي نرجعوا نطفيوه من هنايا، ها هو راه طفى، وغادي نحطو على جنب باش ندوزو لشكل واحد اخر. وسمحوا لي بزاف الا كان هذا الفيديو هذا كيجيكم هكايا كنزرب شي شويه، راه حيت ما كانش الوقت. وكيف ما وعدتكم قلت لكم راه غادي ندير لكم فيديو، يعني غادي ندير لكم فيديو. كاين هذا الشكل هذا ديال البصمه، شوفوا غير بالعكس، ها هي الكاميرا عاد غتخسر عاد غادي تبدا طيح سيبورا. بلاتي بلاتي شوفوا 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 هانتوما، كنتمنى تبقى معايا غير هاد العشيه هادي، وغدا غنمشي نبدلها تبقى تخدم معايا. دابا السيبورا هادي ديال رينغ لايت تحيد منها واحد الفيس، كتبقى رينغ لايت كتبقى تهبط 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 حتى كتوصل لتحت. المهم هادي غدا ان شاء الله غادي نمشي نبدلها، هادي حاله سهل. كاين هاد الشكل هذا ديال البصمه انزو كيف ما كتشوفوا، والثمن ديالو هذا حتى هو 450 درهم، الشعر ليه الشعر بوكلي، كيبدا في درجه الحراره من 680 وكينتهي في 980. ها هما راه درناهم لكم هنايا. ومن الداخل ها كي داير، كيجي مع الدفتر ديالو، كيجيو فيه هاد زوج ديال القريرصات كيف ما كتشوفوا. هذا ديجا كنت شاركته معكم، تيجي فيه هاد زوج ديال القريرصات، هذا حتى هو كنا كنجيبوه بزاف في المحل. وانا غادي نخدمه معكم حتى هو، وكيف ما تنقول لكم وتنعاود نقول لكم اللي بغات اي حاجه الرقم ديال الهاتف هو هنايا الفوق، تواصلوا معايا مرحبا، راني انا اللي كنجاوب في الرقم ديال الهاتف. بالنسبه للناس اللي باغيين يتقداو يدخلوا لعندي يتواصلوا معايا في الواتساب، حيت المكالمه ما كنعرفوش بالضبط علاش كتهضروا، حيت كاين البنات كيتصلوا بيا مكالمه تيقول لي مليكه بغينا داك او ديك العطر اللي حطيتي في الفيديو. انا العطر كنكون مدوزه فيه 30 فيديو، مدوزه فيه 30 عطر ولا 25 ولا 20، يعني ما كنعرفكمش بالضبط. غادي تسكرينيو اي منتوج بغيتوه وتواصلوا معايا في الواتساب، هكا كتسهلوا عليا حتى انا الخدمه.
كيف ما كتشوفوا فيه حتى هو زائد وفيه الناقص وفيه ملي كتشعلوه ملي كتطفيوه. انا غادي نشعلو معاكم ها هو هنا كيف ما كتشوفوا كتجيو الزائد كيف ما كتشوفوا ها هو درتو في الاخر كاع بغيتو ناقص كنتوما كتحكموا في درجه الحراره اللي بغيتو. المهم كيبدا في درجه الحراره من 680 حتى 980 باش تكونوا عارفين. بالنسبه بلاتي حتى هو كيتخدم الكيراتين. وبالنسبه ملي كتبغيو تحلوها نتوما البنات ها هو هنا دابا مسدود كتكليكيو على دي كتهبطوها ورا تحل بغيتو تسدوه كتطلعو هادي راه تسد. الثمن ديال هذا 450 درهم البنات. ندوزو لشكل واحد اخر هو الاخير هو هذا حتى هو الكيراتين والبروتين. البنات اللي باغي يخدمو الكيراتين والبروتين هذا الكيراتين والبروتين ودرجة الحرارة فيه هو اللي فيه كثر من كل شيء هذا فيه 1080. وبالنسبة هذا راه مصايب من تيتانيوم كيف ما كتشوفو ها هي 1080 تيتانيوم والثمن ديالو 450 درهم. اللي كيجي معنا سد الباب اللي كيجي كنخليه واقف في الباب حتى كيرجع فحالاته. واش غادي نقول لكم انا وعدتكم وخاص ضروري نحطهم في فيديو حيت الا بقاو هكا غيتباعوا. كاين البنات ديجا موعداهم كيجي مع الدفتر ديالو هنايا لداخل. هادو البنات راه فيهم كميه قليله غير باش تكونوا عارفين راه داخله كميه قليله. اللي بغات شي حاجه تواصل معايا دابا نيت. شوفوا في درجه الحراره ديالته شوفوا الشكل ديالو ها كيدير الشكل ديالو. هذا راه شي حاجه زوينه البنات اللي عندهم الصالونات هذا غزال. والكابل ديالو حتى هو طويل هما كلهم غزالين. عندكم حتى الكريت هو اللي ديجا دوزناه هذاك حتى هو ملي كنجيبو دغيا كيتباع كيجي شي واحد كيطلع ليا كيعرفني كندير فيديو تيقول لي صافي صافي تنعاود نرجع شوفوا الكابل ديالو البنات قداش. شوفوا الكابل ملي كنقول لكم بروفيسيونيل راه شي حاجه اللي هي زوينه. شوفوا الكابل ديالو قداش هما كلهم الكابل ديالهم تبارك الله يعني كبير. نجيو هذا هذا ملي كتاخذوه ها حنا ركبنا البريز ديالو كتجيو لهادي ها هي اللي فيها هاد الشريطات هادي كتهبطوها باش كيتحل. ها نتوما البنات ها هو هنا دابا راه تحل معنا. غادي نجيو لهنايا هذا ما فيه زائد وناقص ولكن كتحكمي بدرجه الحراره ديالو باش تكونوا عارفين. سمحوا لي الدره مخربقه. المهم هذا كتحكموا نتوما في درجه الحراره ديالو هذا ما فيهش زائد وناقص ولكن كتجيو لهنايا كتشعلوه ها هو هنا راه خدم. كنجي لهنايا كنتحكم في درجه الحراره اللي بغيت. بغيت الاولى بغيت الثانيه بغيت الثالثه بغيت الرابعه بغيت الخامسه. الاولى كيبدا من 680 حتى ل 1080. ها نتوما عندكم 600 عندكم هنا 680 780 880 980 1080 باش تكونوا عارفين. هنايا كتحكموا نتوما بدرجه الحراره ديالكم. شحال واحد كيجي كيطلو كيمشي. المهم هنا كتحكموا بدرجه الحراره ديالكم ملي كطفيو ملي كتحبس هذه ما كتبقاش تطلع وتهبط كتعرفوا بانه وصل درجه الحراره اللي خاصو يوصلها وكتكليكيو هنا صافي الا بغيتو تطفيوه كيعطي الصوت وكلشي. الثمن ديال هذا حتى هو الكيراتين والبروتين للشعر ليس الثمن ديالو 450 درهم درجه الحراره 1080. كنتمنى نكون شرحت لكم كلشي. هكا كيكون الفيديو ديالنا تسالا. كنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. سمحوا لي بزاف 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 هذا الفيديو درت لكم بالزربه. الا قلت شي حاجه معفو ما ماشي هي هذه كل شي حاجه سمحوا لي بزاف. راه الفيديو بزاف الناس كانوا موصيني في الخاص كيسولوني على لي بلاك موصيني. وكيف ما وعدتكم قلت لكم واخا ما يكونش عندي الوقت ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو. المهم كنقول لكم بالسلام عليكم. بالنسبه للتوصيل حنا كنصيفطوا لجميع المدن الثمن ديال التوصيل 40 درهم والخلاص قبل التوصيل. الرقم ديال الهاتف ها هو راه فيه الواتساب. البنات كيقول لي راه ما كنلقاوش عندك الواتساب. الرقم ديال الهاتف راه فيه الواتساب راه كاع الناس خدامين معايا غير في الواتساب. اللي بغات اي حاجه تسكريني اي منتوج ما تدخلش عندي الخاص وتقولي لي مالك صوري لي سهلوا عليا وسهلوا عليكم الله يسهل عليكم. اللي بغات اي بلاك تسكريني وتصيفطوا لي في الخاص الثمن ديال التوصيل 40 درهم والخلاص قبل التوصيل. ديما تنقولها حيت كاينين البنات اللي كيدخلوا عندي للخاص كيقول لي مالكه حنا حتى كتوصلنا السلعه عاد كنخلصوا ولا اول مره غادي نخدم بهذه الطريقه. البنات كل واحد كيخدم بالطريقه ديالته. انا حاطه وجهي حاطه المحل حاطه كلشي راه ما عندكي مناش تخافي. راه العنوان ديال المحل راه كنحطو لكم في صندوق الوصف. الا ما كنتش انا في المحل راه تيكون الزوج ديالي. المحل كيتواجد في مدينه سلا القريه حي البركه سيكتور 4 زنقه سيدي عبد الله بن حسين رقم المحل 10 محل عطوري. اللي بغات تقدا تدخل خلاص قبل التوصيل مرحبا بها. اللي ما بغاتش مرحبا بها. يلا بسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. وسمحوا لي بزاف الفيديو جا طويل. يلا بسلام.